في هذا الفيديو جبت لكم افضل 5 مودات لماينكرافت الجوال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما شايفين فيديو جديد. فيديو اليوم راح يقول تحميل افضل 5 مودات راح تفيدكم في السيرفايفل لماينكرافت الجوال. بس قبل ما نبدا الفيديو تابعوا الفيديو للنهايه، لانه راح احكي لكم على الاعدادات اللي لازم تفعلوها عشان تشتغل معكم المودات، والا ما راح تشتغل. ولايك واشتراك وخلوكم مع الفيديو. والمود الاول عندنا لليوم، لو انت جيت بدا حطيت مثلا خشب في الكروتينج تيبل، داك تحلله راح بالسرفايفر راح تتحول خشبه 4x4 يعني. ولكن بهذا المود ضاف لك هذا الزر، لو ضغطت عليه راح يعطيك كل الكميه اللي بدك تحللها مره واحده زي ما شايفين. هذا يخسر عليك. وكمان لو بدي اجي حاليا قاعد دعم السلاب، بدل ما اجيب 6 6 بقدر اجيب بضغطة السهم كل السلابات، وهذا اسرع من الماوس الكيبورد كمان. فيب يا شباب، هذا كان المود الاول، وخليكم حاليا مع المود والمود الثاني عندنا لليوم هو مود السفن. زي ما شايفين هذا المود بضيف لك سفن جديدة للعبة. زي ما شايفين هذه السفينة فيها صندوق، تقدر تفتح الانفنتوري حقك راح يفتح لك الصندوق تبعها. وهذه السفينة فيها مثلا فيرنس، خلينا ما مش عارف ليش هي مش راضي تفتح. وهذه السفينة اكبر سفينة زي ما شايفين، في لها شراع وسريعة جدا السفينة يا شباب، راح تفيدكم في السرفايفل كتير. مثل ما شايفين بدقيقة بنقدر نوصل لآخر البحر. وفي كمان هذه السفينة نفس الشيء، ولكن هذه كبيرة وفيها صندوق كمان، لو جينا نركبها هيك وفتحنا الانفنتوري وننزل من خلال هذا الشريط وبيفتح لنا الخانات اللي نقدر نخزن فيهم. طيب وكمان هذه سريعة جدا. فيبا شباب، هذا كان المود، وهاي هي السفن اللي انضافت بهذا المود زي ما شايفين. وخلوكم حاليا مع المود الثالث، والمود الثالث هو مود الزوم. لما هو بهايفر باك فقط، لما تيجي عليه وتروح على الاعدادات في طريقتين تقدر تعمل فيهم زوم. الطريقة الاولى انك تشفت وتمسك عصاية بيدك وتعمل زوم، والطريقة الثانية انك تشفت فقط راح يتزوم. هذه الطريقة انا انصحكم فيها. فيب يا شباب زي ما شايفين دخلنا عالم، وحاليا لو شفتنا راح ينعمل معنا الزوم زي ما شايفين بدون اي مشاكل. زي ما شايفين حاليا لو بدنا نزوم هذيك الشجرة زي ما شايفين بنجيبها، لو هذه السلحفاة زومنا عليها. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف ولادك؟ مبين معطي انا وجهي من الاصل. طيب يا شباب، هذا كان المود، فكرة المود مرة أسطورية. وحاليا خلينا نروح على المود الرابع. والمود الرابع يا شباب هو مود اليد الثانية. لما تيجي تمسك جمع بيدك في العادي ما راح تنحط مثل البي سي، ولكن هذا المود لو حطيته في الكرافتنج تيبل تبعك وحللتها راح يطلع لك تورش اوف هاند. وحاليا راح حولنا ليل وبتضوي لك بكل مكان تمشي عليه، والضوء تبعها اقوى من البي سي كمان يا شباب. فكرة المود مرة اسطورية وتساعدك في السرفايفل كتير. وخلونا حاليا ننتقل للمود الخامس والاخير. والمود الخامس هو مود الادفانتج للجوال مثل البي سي. مثلا اول ما تركبه راح يعطيك هذا الاشعار ثانكس فور داونلودينج. حاليا لو لبسنا دروع دايموند راح يجينا اشعار كفر مي وذ دايموند زي ما شايفين. ولو رحنا على الانفنتوري تبعنا ورحنا على علامة الاستفهام ونستنى شوية قبل ما يحمل راح يطلع لنا الادفنتجات كلهم، تقدر تعملهم مثل البي سي زي ما شايفين. هذا تبع ماينكرافت العادية، وهنا النذر، وهنا الاند، وهنا باقي الاشياء. المود مرة اسطوري يا شباب. وحاليا يا شباب لقيت راح اعطيكم الخيارات اللي لازم تفعلوهم عشان تشتغل معكم هذه المودات. اول شيء بتنزلوا على اعدادات العالم تحت تعدلوا وتنشئوا عالم جديد وتفعلوا هذه الخيارات زي ما شايفين، مولينج فيكسر وجيم تيست وهوليداي كرييتر. وبعدها ضيفوا المودات اللي بدكم اياهم من المودات اللي اعطيتكم اياهم بالفيديو. وبس يا شباب، هذا كان مقطع اليوم. اذا الفيديو عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك والقناه وتفعيل جرس التنبيهات. واذا بدكم اياني اعمل جزء تاني لافضل 5 مودات
المرة الجاية تكون للبي في بي أو للسرفايفل، اكتبوا لي في التعليقات، وصلوا هذا المقطع على أكثر من 40 لايك وبس. السلام عليكم.